اتحاد الصحفيين باللاذقية حكايات طلاب اختاروا التفوق بوصلة حقيقية ليأتي تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في شهادتي التعليم الثانوي والأساسي. كتير سعد بها التكريم لأنه بيعطي معنويات للطالب وبيساعد أنه يضل متفوق بالحياة، ومو بس انه بالتعليم، مو بس بالتعليم الاساسي والشهادة الثانوية. فكرة التكريم كتير حلوة، ويعني بتعطي دافع لكل شخص حتى اسا يقدم افضل ما عنده. اعطونا دعم كتير حلو لنكفي مسيرتنا الحلوة بالجامعة وبالحياة المعنوية دائما كمان، ونتشكر الكل. اعطاني دافع لكون متفوق، وكل عام وانتم بالخير. ولان الاهل طرف مهم من أطراف العملية التعليمية والتربوية، يبقى دورهم وبصمتهم واضحة في حياة أبنائهم الدراسية. كل عام وأنتم بخير، وكل صحفيين سوريا بألف خير. الحقيقة إجا التكريم تساقب بعيد الصحفيين، كانت خطوة حلوة كتير، ودائما اتحاد الصحفيين عم بيقوم بهالمبادرة بشكل سنوي، عم يكرم أولادنا المتفوقين، عم يكون حافز لهم للنجاح. نحن اليوم في فرع اتحاد الصحفيين نحيي هذه المناسبة، عيد الصحفيين هي مناسبة عزيزة لنجدد انطلاقة عملنا بهمة جديدة في بيتنا المهني، ويتزامن هذا العيد أيضا مع تكريم الطلب المتفوقين، وأيضا هذه قيمة اجتماعية وهامش اجتماعي لفرع اتحاد الصحفيين. اليوم احتفالية بمناسبة عيد الصحفيين، وبيتزامن هذا الموضوع مع تكريم لأبناء الصحفيين الناجحين بالشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي. تكريم كتير بيعطي دفع حلو للطالب لأنه يكون أفضل بالشهادات المقبلة، بكالوريا أو الجامعة. فهذا التكريم مو بيعني لقوله لحاله، بس كمان بيعنيني أنا كصحفية. في هذه المناسبة الطيبة نحن ارتأينا أن يكون هناك تكريم لجميع أبناء زملائنا الناجحين في الشهادتي الإعدادية والثانوية، وهذا تقليد سنوي اعتدنا عليه، وهو يعني تكريم تحفيزي. في عيد الصحفيين احتفاء بهم وتكريم لأبنائهم ليشكل حافزا ودافعا للمزيد من العطاء والتفوق.